الأخيرة فيضانات أدت إلى خسائر مادية معتبرة. بادر سلطان الطراق إلى تنظيم قافلة تضامنية ومد يد العون للمنتظرين من هذه الفيضانات، وذلك بالتنسيق مع ولاه هاتين الولايتين بشار والنعامه، سعيا منها للتخفيف عن معاناه المواطنين المنتظرين والمساهمه في المجهود الوطني للتضامن في اوقات الكوارث والازمات. تضم هذه القافله التضامنيه التي جمعتها مختلف هياكل سلطان الاتراك ونواحيها 9 شاحنات مقطوره محمله بمعدات تشمل تجهيزات كهربائية من مولدات ومصابيح ووسائل إضاءة ميدانية وأثاث خاص بالمؤسسات التعليمية، وكذا وسائل التنظيف والتطهير لإزالة مخلفات السيول الجارفة، وكذا تجهيزات منزلية من طاولات وكراسي وخزائن وأفرشة وأغطية وألبسة وأحذية مختلفة وتجهيزات وألبسة خاصة بالأشغال.